سؤال مهم يأتي كل فترة في مثل هذه المناسبات، وهو ماذا نفعل في اختلاف المطالع والرؤى حول يوم عرفة؟ إذا رأت دولة أن يوم عرفة في يوم كذا، ورأت المملكة العربية السعودية أن يوم عرفة في يوم آخر قبل ذلك أو بعد ذلك بيوم، على أي البلدين نصوم يوم عرفة؟ وعلى أي البلدين يعتمد الوقوف بعرفة؟ هذا السؤال يتكرر كثيرا كلما جاءت هذه المناسبة والذكرى. هذا ما نتحدث عنه ونبين الحكم فيه بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. سؤال مهم يأتي كلما تأتي هذه المناسبة، سواء في هلال رمضان أو هلال شوال أو هلال ذي الحجة، يتفهم البعض الخلاف حول هلال رمضان وشوال، لأنه مثلا كل بلد، يعني الصوم ليس مرتبطا ببلد معين، إنه مرتبط برؤية كل بلد. لكن في الحج الناس تقول والله الناس تحج إلى مكان واحد، فلما الخلاف؟ يعني عرفة هو مكان واحد، هي عرفة التي في أراضي الحجاز أو الحرمين الشريفين. فإذا جاءت رؤية ورأت أن الهلال ذي الحجة جاء بعد رؤية المملكة العربية السعودية أو قبلها، الأولى أن نتبع بلد عرفة، لأن عرفة في مكان واحد. لكن الخلاف مستمر لأن الرؤى المختلفة مستمرة. هنا يبدأ الناس في التساؤل، ما حكم الوقوف بعرفة؟ هل نقف على رؤية البلد التي فيها عرفة؟ ومن يصوم هل يصوم على رؤية البلد التي فيها عرفة أم على رؤية بلده؟ هي مسألة مختلف فيها، في هل نعتبر الزمان أم المكان؟ هل نعتبر المكان الذي فيه الوقوف بعرفة واعتماد أهل المكان، أم الزمان، أي حينما يرى الزمان ويرى الهلال في المكان الذي يرى فيه؟ لابد أن نتفق على أمرين مهمين هنا، أن الوقوف بعرفة غير صيام عرفة. الوقوف بعرفة بالنسبة للحاج ركن ركين من أهم أركان الحاج، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من الحديث حصره فيه لأهميته، فقال الحج عرفة. ولذلك نجد في الحج من يصاب بمرض بإغماء وكذا ويبتعد، يعني ولو بطائرة هليكوبتر يطوفون به في عرفة لمجرد وقت معين، أو بسيارات الإسعاف ليتحقق له الوقوف في عرفة، لأن الوقوف في عرفة بعرفة من أهم أركان الحج، وبدونه لا يصح الحج. فإذا من سيقف بعرفة عليه في هذه الحالة أن يعتمد رؤية البلد التي فيها عرفة، ولا يحدث أي فتنة أو بلبلة بين الناس. من سيصوم عرفة، لأن صيام عرفة سنة ولا يجوز للحج، محرم على الحج، الحاج مفروض يوم عرفة يتفرغ للعبادة لا يصوم. من ليس في الحج سيصوم عرفة على أي بلد يصوم، اللي في السعودية يصوم على رؤية السعودية، اللي في مصر أو في أي بلد آخر برؤية أخرى يصوم على رؤية بلده. طب وهل هذا سيقبل؟ هذا عند الله عز وجل يقبل. الله عز وجل يعني شرع لنا الصوم في هذه المناسبات والحج، وشرع لنا الاختلاف المقبول، مدام الاختلاف مبني على اجتهاد، مدام الناس يجتهدون فيقومون باجتهادهم لا حرج في ذلك. لأن النصوص التي اعتمد عليها كل فريق هي الحديث النبوي الشريف، الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، وده حديث عمدة في الموضوع ومهم. والفقهاء نظروا نظرة في غاية العمق والتبصر، فقالوا يوم عرفة الذي يظهر لهم أنه يوم عرفة. يعني يوم عرفة إيه هو؟ هو عند ربنا معلوم، هو يوم معين سبحانه وتعالى علام الغيوب، لكن بالنسبة للناس هو يوم الذي يرى الناس إن هذا يوم عرفة. طلع يوم التاسع أو العاشر بتقدير الله، خلاص الصيام أو الوقوف بعرفة في هذه الحالة يكون صحيحا. والعلماء قالوا في هذا الأمر إن من يرى غير ذلك عليه ألا يحدث فتنة بين المسلمين. أنت شايف إن الهلال لا ده مش مظبوط، ورأيت بنفسك تريد أن تصوم،
صم وحدك دون إعلان بل بإصرار، وإن كان الأولى أن تتبع جماعة المسلمين. وده اللي قاله فقهاء وعلماء، قالوا إن معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس، وإيضاح ذلك أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد. ده أقوال الفقهاء. وبعض الفقهاء كذلك تكلموا عن من يريد أن يحدث فتنة بهذا الرأي المنفرد، هذا ليس مطلوبا، بل رأينا يعني الإمام الكساني وهو حنفي يقول كلاما جميلا في الأمر: من رأى الهلال وقف يوم عرفة لم يجزه وقوفه، وكان عليه أن يعيد الوقوف مع الإمام، لأن يوم النحر صار يوم الحج في حق الجماعة، ووقت الوقوف لا يجوز أن يختلف، فلا يعتد بما فعله بانفراده. وكذا إذا أخر الإمام الوقوف لمعنى يسوغ فيه الاجتهاد لم يجز وقوف من وقف قبله، فإن شهد شاهدان عند الإمام بهلال ذي الحجة فرد شهادتهما، لأنه لا علة بالسماء، فوقف بشهادتهما قوم قبل الإمام لم يجز وقوفهم، لأن الإمام أخر الوقوف بسبب يجوز العمل عليه في الشرع، فصار كما لو أخر بالاشتباه. والإمام ابن تيمية له كلام في غاية الأهمية عن من وقف حتى لو أخطأ، إن كل هذا الأمر يجزئ، يعني من وقف اجتهد في رؤية الهلال فوقف بعرفة في عرفة وطلع إن لا ده يوم التاسع الثامن، قال يجزئ الفقهاء، قال يجزئ من وقف بعده يجزئ. خلاصة القول: من سيحج عليه أن يلتزم برؤية أهل عرفة، ومن سيصوم خارج هذه الأماكن إذا كان الهلال يختلف فلا بأس أن يصوم برؤية بلده دون أن يعلن. خلاصة القول أنه إذا اختلفت الرؤى حول يوم عرفة، فمن سيحج عليه أن يلتزم بمكان وبرؤية أهل عرفة في السعودية، لأن الحج في هذا المكان، وعليه أن يلتزم الأمر العام للمسلمين ولا يشق صف الجماعة والحج، ولا ينفرد برأي، لا يحل له ذلك. أما من سيصوم فعليه أن يصوم على رؤية أهل بلده، إذا قالوا أن يوم عرفة يوم كذا يصوم على رؤية أهل البلد، وإذا رأى رأيا مخالفا واقتنع به له أن يصوم، لكن منفردا سرا، لا يجهر بذلك، لا يعلن، لا يغبش، لا يشوش، لا يفعل شيئا يخرج بذلك عن الإطار العام للجمع الموجود. طب إذا اجتهد بلد ما في الرؤية واخطأت الرؤية، طلعت الرؤية والله لا الوقوف بعرفة طلع الناس وقفت قبله بيوم خطأ، الحج صحيح والوقوف صحيح، بعده بيوم الحج صحيح، لأن سلعش قالت عرفة يوم تعرفون، يوم يثبت للناس أن هذا هو عرفة حتى لو بالاجتهاد الخطأ، كمن صلى إلى القبلة واجتهد لم يجد من يدل له، اجتهد فطلع أن صلى هكذا والقبلة العكس، الصلاة صحيحة ولا يعيد. فإذا ومن صام كذلك صيامه صحيح ولا يعيد، والأولى بالناس أن تتبع رؤية المكان الذي هم فيه دون شق العصا المسلمين أو لخلافهم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، اللهم أمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.